بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذه الآيات الثلاث. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، قال المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أنه لما حصل على المسلمين ما حصل في وقعة أحد من ظهور الكفار في الظاهر وما أصاب المسلمين من القتل والجراح في هذه المعركة، فإن الكفار قالوا للمسلمين: أطيعونا ونحن نؤمنكم ونترك قتالكم، انقادوا لنا واخضعوا لنا فنحن نترك قتالكم ونؤمنكم. هذا قول. قول الثاني أن هذه المقالة قالها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي كبير المنافقين، أنهم قالوا لأهل الإيمان: ارجعوا عن دينكم، هذا الدين الذي سبب لكم هذه النكبة، ارجعوا إلى دين آبائكم، يعني من الكفار، حتى تسلموا من هذه النكبات. فلما قالوا هذا حذر الله عباده المؤمنين من أن يتأثروا بهذه الأراجيف أو هذه الأقاويل الباطلة. يا أيها الذين آمنوا، وخص المؤمنين لأنهم هم الذين يثبتون على الإيمان ولا يلتفتون إلى الإرجافات والأباطيل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، في قولهم لكم: ارجعوا عن دينكم حتى لا يصيبكم مثل ما أصابكم الآن من هذه النكبة، يردوكم على أعقابكم، يردوكم عن الإسلام، ويردوكم عن العز والنصر والتأييد، ترجعون إلى الخسارة. هذه نتيجة طاعة الكفار والإصغاء إلى دعايات الكفار، أنها تجعل من أطاعهم من المسلمين يرتد عن دين الله عز وجل. ولا يرضي الكفار إلا هذا، لا يرضي الكفار إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يردوكم على أعقابكم، يردوكم عن الدين وإلى الردة، ويردوكم من النصر والتأييد والفوز في الدنيا والآخرة إلى الخسارة الدائمة، فتنقلبوا خاسرين، ترجعوا بعد العزة وبعد الإسلام وبعد الربح العظيم والفوز، ترجعون خاسرين، الخسارة التي لا تعوض والعياذ بالله، خاسرين في الدنيا والآخرة. في الدنيا تفقدون مكانكم وتصبحون تبعا للكفار، وفي الآخرة تكونون في النار خالدين مخلدين فيها. هذه نتيجة طاعة الكفار. والله حذرنا من طاعة اليهود والنصارى، وحذرنا من طاعة الكفار.
حذرنا من طاعته اليهود والنصارى في قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فحذرنا من طاعة اليهود والنصارى بالخصوص، وحذرنا من طاعة الكفار عموما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. الكفار عموما من كتابيين وغيرهم. ولهذا يقول الشاعر: كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم قال جل وعلا: بل الله مولاكم. بل الله مولاكم، الواجب عليكم أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تطلبوا ولاية الله عز وجل ونصره لكم وتأييده لكم، ولا تطلبوا من الكفار أي نصيحة أو أي طمع تطمعون به من وراء الكافر، بل اجعلوا قلوبكم معلقة بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي إذا تولاكم فلن يغلبكم أحد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بل الله مولاكم، أي تولوا الله سبحانه وتعالى ولا تتولوا غيره. ولهذا يقول جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالواجب على المؤمنين أن يوالوا ربهم عز وجل ويوالوا إخوانهم المسلمين بالمحبة والطاعة لله والعبادة لله وبالنصر والمحبة لإخوانهم المسلمين. هذه هي الولاية النافعة، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ولهذا قال في هذه الآية: بل الله مولاكم. وبل هذه للإضراب، أي اتركوا ما يقول لكم الكفار ولا تلتفتوا إليه، والتفتوا إلى ربكم عز وجل واطلبوا منه ولايته ونصره وتأييده. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.